في هذه المحاضرة راح نتكلم عن الروت تيست اللي هو آخر فحص راح يكون عندنا. روت تيست الثيوري مالته انه الاي ان اللي ينطيك اياه انا بالسيجما ندخلها تحت الجذر للباور ان، والان راح تقترب من الانفينيتي بحيث تطلع القيمة نساويها الى بي. هذه البي اذا كانت اقل من واحد هي كونفيرجس، اذا كانت اكبر من واحد او انفينيتي فهي دايفيرجس، واذا كانت تساوي واحد فهي انكونكلوسيف. نفس تقريبا الشروط للفحص القبلي اللي هو الريشيو تيست. خلنا ناخذ على كل حالة من هذه الحالات مثال حتى نوضحها. Which of the following series converges and which diverge؟ هذا السؤال اللي ينطيني هاي اللي اقصد به الاي ان، انه ان تربيع على ان على 2 للباور ان، راح نخليها تحت الجذر للباور ان والان تقترب للانفينيتي. الجذر ان معناه انه الباور واحد على ان، اذا نروح على القوس فانا ايش راح يصير؟ واحد على ان يعني يصير كانما هي صدفه عندها باور 2، فراح يصير 2 على ان، يعني ان للباور 2 على ان. هنا راح تكون شنو؟ راح يصير 2 للباور ان على ان، الان هذا اللي هو الباور مالتها بالسؤال، والان اللي بالمقام هي ناتجه منين؟ من الجذر الاس مال الجذر او الباور مال الجذر. فهي راح تصير قيمتها 2. هذه ايش راح تصير قيمتها؟ طبعا اقدر اسحب 2 برا واخلي بين قوسين يعني ارفعها للاس. احنا عندنا بالملاحظات الخمسه اللي اخذناها قبل محاضرتين او ثلاث محاضرات، هاي واحده من عندهم. اذا كانت الان تقترب للانفينيتي وهي ان للباور واحد على ان فقيمتها واحد، فواحد تربيع راح تصير واحد على 2 نصف. نصف اقل من الواحد، اذا هي شنو الداله راح تكون؟ حسب انه هاي قيمه بي طبعا، راح تصير the series converges absolutely. ناخذ مثال ثاني. هذا المثال الثاني منطيني هذا قيمة الـ AN، راح نخليها تحت الجذر نفس الحالة. راح تصير هنا الـ N تربيع واحد، يعني N باور 2 باور N، وعندك واحد على N مال الجذر راح تصير بس واحد. هذا تصير N للباور واحد على N للباور القوس كله تكعيب، هذا راح تصير قيمتها واحد، فيصير 2 على 1 يعني 2 أكبر من 1، إذا هي دايفيرجس. هذا المثال نفس الحالة السابقة كونفيرجس. راح نتكلم عن الحالة الرابعة، المثال الرابع اللي هو نتكلم عن الحالة الثالثة. هذه راح نخليها تحت الجذر الباور ان، فراح يصير عندك هنا الجذر كليته الباور شنو؟ 1 على ان، الناتجة منين؟ من الجذر. فالواحد على ان وعندك باور ان كانما يصير ان على ان، فراح يروح يبقى عندي بس القوس. هنا اذا نطبق عليه، اذا نطبق مباشره الانفينيتي واحد على ان، يعني واحد على الانفينيتي هو صفر، فيطلع الناتج بس واحد. الواحد معناه شنو؟ The test is conclusive. بنهاية هذا المثال نكون اكملنا موضوع الباور الانفينيت سيريز والباور سيريز.